يوم انتله. هاي حلقة أخرى خاصة من اللي بأحكام بعض مثلا شروط الاقتداء بالإمام، وخاصة من اللي بالفقه، اللي يجيبوا فيه من أحكام مثلا شروط الاقتداء بالإمام، ويجيبوا فيه من أحكام السفر ونحو ذلك. السؤال: ما هي شروط صحة الاقتداء بالإمام؟ ثلاثة. جواب: هي ثلاثة. واحد: نيته أي أول الصلاة، فلو أحرم فذًا ثم نوى الاقتداء بغيره بطلت صلاته لعدم نيته أولًا، بالإمام أولًا. معناها نية زاد مثلًا الاقتداء به، عنه ينوى مثلًا الاقتداء، والله ينوى الإمام مجد بالإمام، والله ينوى الصلاة في الجماعة. اثنين: مساواة. المساواة هو أولًا، هي ثلاثة. الشرط الثاني: مساواة في ذات الصلاة. احنا شرط الاقتداء مساواة بين إمام ومامومه في ذات الصلاة، مثلا في ذات الصلاة مثلا مثلا تقريبا على تعود مساوية لها مثلا. سؤال: هل تصح مثلا من رأيك كانت تصح الظهر مثلا خلف العصر مثلا؟ قال لك عنها جواب: عنها ما تصح مثلا الظهر خلف العصر ولا عكسه. أيوة. والثالث من الشروط مثلا المساواة في صفة الصلاة مثلا في الأداء والقضاء. أيوة. سؤال: متى كانت تصح مثلا الظهر يوم الاثنين وراء ظهر يوم الخميس؟ الجواب قال لك عنها ما تصح مثلا الظهر يوم الاثنين خلف الظهر يوم الخميس ولا العكس. أمال أيوة. ما هو حكم النفل خلف الفرض؟ الجواب: شنو حكم مثلا النافلة وراء الفريضة؟ النافلة مثلا وراء الفرض التصحيح قال لك عليه مثلا مع الكراهة، صح، مع الكراهة. ما هو الحكم مثلا إذا اللي انتقل مثلا من منفرد لجماعة بحيث مثلا يصير ماموما؟ قال خليل: ولا ينتقل منفرد لجماعة أي بنية الاقتداء في أثنائها لفوات محلها وهو أول الصلاة. ما هو الحكم مثلا، سؤال: ما هو الحكم إن انتقل مثلا من في جماعة للانفراد؟ جواب: تبطل ومحل مثلا امتناع الانتقال من الجماعة إذا لم يضر الإمام بالمأمومين به التطويل مثلا، وإلا فله الانتقال إذا دخل بالتطويل حتى. ما هو حكم مثلا انتقال منفرد للإمام مثلا بحيث يصير إماما، بحيث أنه مثلا يصير إمام؟ حكم أنه جائز كان يقتدي به أحد فينوي الإمامة، كيف مثلا أنه يقتدى به أحد ينوي الإمام. أيوة. الثالث مثلا من شروط الاقتداء متابعته مثلا الإمام في الإحرام والسلام مثلا، مثلا بأن يكبر بعد تكبيرة الإمامة ويسلم بعد سلامه. ما هو الحكم مثلا إن سبقه في أحدهما إلى اللي سموه مثلا في أحدهما والله ساواه في الابتداء؟ الجواب قال لك عن إلى اللي سبقه في أحدهما ويسوى بحرف، والله ساواه تبطل صلاته ولو ختم بعده، هو قام مثلا يختم وراه. هو السؤال اصلا: ما هو الحكم مثلا اذا اللي اخر عنه؟ الجواب: ان اخر عنه ولو بحرف صحت، اذا اللي ختم بعده او معه، اذا اللي ختم وراه والله معه. هو السؤال: ما هو الحكم مثلا اذا اللي ختم قبله؟ الجواب: اذا اللي ختم قبله تبطل بطلت، وسواء عاد الماموم عامد والله ساهي. هو سؤال: ما هو حكم مثلا من سلم ساهيا قبل إمامه؟ حد مثلا شنو حكم مثلا حد سلم ساهي قبل إمامه؟ الجواب: يسلم معه ولا شيء عليه. وإذا ما صار تسلم وطال الزمن ولا خرج من المسجد ساعة تبطل، مثلا ما سلم معه وخلق الطول مثلا في الزمن والله خال من المسجد ديك ساعة تبطل. وسؤال: ما هو حكم مثلا سبق الماموم بالإمام في غير تكبيرة الإحرام والسلام مثلا من باقي الأركان، كيف الركوع ولا السجود ولا الرفع منه؟ الجواب: لا تبطل الصلاة بذلك، ولكن سبقه عمدا في شيء منهما ممنوع معناها حرام، ما تبطل به غير سبقه ممنوع معناها حرام. سؤال: ما هو حكم مثلا المساواة في غير الإحرام والسلام من باقي الأركان مثلا؟ الجواب: المساواة فيه مكروه، في المندوب مثلا أن يفعل بعده، معناه أنه يعدل معاه مثلا ويدركه فيه ياكل مندوب.
قال الشيخ خليل: وأمر الرافع من الركوع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه لا انخفض. وسؤال: هل يؤمر الرافع من ركوع ولا سجود برجوع المأموم للركوع مثل السجود الذي رفع منه قبل رفع إمامه؟ نعم، جواب: نعم، إن علم إدراكه قبل رفع مثل قبل رفع الإمام من الركوع والسجود. سؤال: ما هو الحكم إن علم إدراكه قبل رفعه؟ جواب: حكمه أنه لا يؤمر بعوده له يكسع يثبت المحل حتى يلحقه مثلا لين يلحق الإمام. سؤال: ما هل يؤمر المأموم بالعودة إلى الرفع إن خفض لركوع وسجود قبل خفض إمامه؟ يعني مثلا انخفض قبل مثلا الركوع ولا السجود قبل أنه يخفض إمامه مثلا مثلا؟ الجواب: لا، وحكمه أنه يثبت يعني يثبت راكع ولا ساجد حتى لين يلحق الإمام، لأن الخفض القبل مثلا ليس مقصودا لياته بل الركوع أو السجود. والمعتمد أنه يؤمر الشخص بالرجوع، يكون معتمد أنه يؤمر مثلا بالرجوع يرجع له مثلا. شنو حكم مثلا، ما هو حكم من هو أولى مثلا بالإمامة؟ مثلا إذا اجتمعوا مادة كلهم مثلا صالح للإمام مثلا، إذا اجتمعوا مادة مثلا كلهم صالح للإمام، من هو أولى به؟ أولى يقولوا لك، وجابوا قاع الشيخ خليل سردو: أولا تقديم سلطانه، تقديم سلطان مثلا والله نائبه الإمام على الحاضرين المتأهبين مثلا للإمامة ولو كانوا يسوى قاعد وحقاه منه والله أفضل منه. والمراد به ذو السلطة والإمارة، يسوى عاد الإمام الأعظم والله نائبه ويدخل فيها قال لك عنه القاضي. أيوة، تقديم اثنين، تقديم مثلا الإمام رب المنزل ويسعاد غيره قاع فيسعاد خاطئه فقه منه والله أفضل منه، به اللي أحق بداره مثلا من غيره. وقال خليل: ورب الدابة أولى بمقدمها، به اللي يعلم مثلا بطباعها مثلا، به اللي يعرف طباعها مثلا. تنبيه: حكم مثلا إمام المسجد الراتب حكم رب المنزل. مثلا من اللي يقدم ولي المستأجر على المالك، حد مستأجر مثلا معناها كاري، يقدم المالك لذات الدار مثلا، به المالك المنفع يقدم مثلا المالك الذات، به اللي يدرى مثلا بأحوالها من مالكها مثلا، من مالك ذاتها مثلا. سؤال: ما هو حكم المرأة مثلا المالكة لذات الدار ومنفعتها بالحق لها؟ المرأة مثلا المالكة دار الحق لها، والحكم أنها تستخلف ندبا صالحا لحد صالح مثلا للإمامة، وأولى استخلافه ولا أفضل مثلا، أولى لها أن تستخلف حد أفضل. تنبيه: من المولي مثل المرأة مثلا الاستخلاف على مثلا حد مثلا ذكر مسلم، مثلا حد ذكر مسلم ما يصلح الإمام، والحال أنه رب المنزل يكسع ذاته مندوب له أن يستخلف حد مثلا صالح الإمام. وكذلك تقديم مثلا من الناس اللي يقدموا تقديم حد زايد الفقه، معناها علم بأحكام الصلاة على من هو دونه فيه، يكسع حد مثلا خبره في أحكام مثلا يقدم على حد دونه فيهم. الخامس تقديم زايد الحديث بكثرة مثلا روايته، بكثرة روايته والله حفظه، وهو أفضل من زايد الفقه. وإنما قدم زايد الفقه عليه لأن زايد الفقه أدرى بأحكام، أدرى بأحكام وأحوال الصلاة، سيقدم على زايد الفقه اللي هو الفقه، حد زايد في الفقه يقدم على زايد في الحديث. وكذلك السادس تقديم زايد قراءة، معناها أدرى بالقراءة وأمكن من غيره في مخارج مثلا الحروف، أقدر من غيره مثلا على القراءة وأمكن مثلا من غيره مثلا في مخارج الحروف، والله أكثر قراءة زاد. السابع تقديم زايد عبادة من صلاة وصوم وغيرها، حد مثلا زايد مثلا في العبادة من الصلاة ولا الصوم ولا غيره. الثامنة تقديم ولي مثلا السن، تقديم مثلا حد سن في الإسلام مثلا غير تقدمه فيه بسبق في الإسلام مثلا على غيره، ويعتبر من حين الولادة والله الإسلام، فابن مثلا العشرين من أولاد مثلا المسلمين يقدم على ابن الستين، حد مثلا بـ20 من أولاد المسلمين يقدم على ابن الستين أسلم من سن من سن من سنة 5 سنة مثلا هو 15 سنة مثلا تمثل. التاسع بين السبين يقدم مثلا القراشي على غيره، حط قراشي على غيره.
ومعلوم مثلا النسب مولي على مجهوله. العاشر مثلا بحسن خلق، بفتح الحاء اللي هو حسن الصورة وجمال، مثلا حسن الصورة وجمال مثلا الظاهر، حدثين ذاته مثلا. الحادي عشر يقدم لي بحسن الخلق، معناها حسن هيئته وجماله، بحلم مثلا حليم مثلا، والله كريم، والله مثلا يرحم بالناس ويتلطف بهم. الثاني عشر بحسن لباسه شرعي، هو نظيف مثلا، يعود نظيف، ما هو بالي مثلا، الذي لا مثلا ما ينزل عن الكعب مثلا، خالي من الحريم مثلا والذهب والفضة ومن شدة الضيق والاتساع مثلا، يعود ما هو ضيق حتى ولا هو ملي واسع حتى. طبعا العلامة يحضيه ابن عبد الودود خارج حد مثلا عنده مثلا درعته زينة جديدة، تلاقيه يتقدم كرده طبعا نباه، قالوا ثم تكية التالية، قالوا تنبيه يجيبوه باطل التقرير، تنبيه وندب تقديمه مثلا الإمامة إذا كان كله يصلح لها بأن كان سالما من نقص، يجب منعها كعجز مثلا عن ركن ولا علم أو كفر وفسق متعلق بالصلاة، وكرهها من بأن مثلا أسلم من نقص تكره معه الإمامة من قطع وشل وغيرهما. قال خليل: واستنابة ناقص نقص منع أو كره إذا كان سلطانا ورب منزل، وإن كان غيرهما فلا حق له، فهو مثلا كالعدم والحق لمن بعده. أو 13 الأورع، أي الزائد مثلا في الورع، هذا اللي زائد في الورع وهو تارك مثلا، هذا اللي ترك لبعض مثلا المباحات خوف الوقوع في الشبهات، هذا يقدم على الورع وهو تارك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات. ذاك الفرق بيناتهم، الورع هذا اللي تارك بعض المباحات خوف من الوقوع مثلا في الشبهات، وذاك الأورع، والورع هذا اللي تارك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات. 14 الزاهد، ملي يقدم على حد ما هو زاهد. 15 الأبو على ابنه، ويسوى زاد فقه، يعني يسوى زود منه فقه، أكثر من مثلا فقه. 16 العم على ابن أخيه، ولو زاد فقه، يعني يسوى أكثر من مثلا فقه، والله أكبر أحسن. قال الأجهوري عن مرتبة هذين عقب مرتبة رب المنزل في المناسب مثلا أن يقدمهم مثلا هناك، اللي هو الأبو وعلى ابنه والعم على ابن أخيه، عن مرتبتهم مثلا بعد وراء مرتبة رب المنزل في المناسب يكسع حتى يقدمهم. هو سؤال: ما هي مسائل مندوبة في صلاة الجماعة؟ واحد وقوف ذكر، والوصبي ينعقل القربة الطاعة مثلا يثاب في معناها يدرك أن الطاعة يثاب في فعلها ويعاقب على تركها. مندوب وقوف مثلا يسوى الصبي مثلا عن يمين الإمام مثلا، قال بشرط الصبي يعود مثلا عقل القربة اللي هي طاعة، معناها عاد عارف عن مثلا يثاب بفعله ويعاقب على تركه. اثنين: مندوب تأخره عنه قليلا، فإن اقتدى به آخر مثلا ندب لمن مثلا إلى اللي اقتدى به حد واحد يتأخر عنه قليلا، إلى اللي يصير حد آخر مثلا اقتدى به حد آخر مندوب لهم لمن على اليمين التأخر، ذاك اللي مثلا عاد الثاني وراء الإمام يتأخر مثلا، يعودوا الاثنين وراء الإمام مثلا ولا يتقدموا على الإمام. ثلاثة: وقوف اثنين مثلا في أكثر خلف الإمام يعودوا وراه. أربعة: وقوف نساء جنس النساء مثلا الصادق بواحدتين في أكثر خلف الجميع، يعود النساء وراء الرجال الجميع ما تقدم، فمع الإمام وحده خلفه ما يعود الإمام وحده يعود وراه، مع إمام معه رسول يعود عن سلو العربي خلفهما عن يمينه خلفهما، ومع إمام معه رجال مثلا خلفه مثلا وراء مع الإمام مثلا وراه رجال يكسى يعود وراء الجميع خلفهم، يعود وراء كامل يتقاعسوا مثلا. سؤال: هل تجوز الصلاة المأموم منفردا خلف الصف وقدام الإمام؟ نعم، ويحصل له فضل الجماعة، لكن يكره مكروه ذاك مثلا غير الضرورة. ما هو حكم مثلا من خشي فوات ركعتين إذا وصل من حد خاف مثلا من تفوت ركعة مثلا إذا وصل للصف دائما تخلد مثلا؟ حكمه قال لك عنه مثلا عنه يحرم ويركع دون الصف مثلا، ويدب مثلا يمشي كالصفين في ركوعه وقيامه.
معناها يدب هو راكع والله وهو واقف في الثانية، ولا يدب هو مثلا، ما يدب هو الساجد ولا جالس مثلا لقوح يكسى مثلا لقوح بحال حالتي، معناها عنه يدب الله هو راكع والله والله واقف، معناها منيع الساجد والله جالس ما يدب لقبح حالته. وكذا من رأى فرجة، حتى شاف فرجة مثلا في الصف وهو في صلاته سعات قدامه والله يمينه والله عند الزر العربي والله عند الزر العسري يمشي شورها. أيوة سؤال، ما هو حكم المسبوق؟ مثلا إذا قام مثلا لقضاء ما فاته، جواب حكمه أنه يقضي القول بأن يسعى مثلا عد الأكل اللي فاته مع فاته قبل دخوله مع الإمام أول صلاته، وياكل اللي يدرك معاها آخرها، وبنى الفعل مثلا ويبني الفعل بأن يجعل مثلا ما أدركه ذاك اللي مثلا أدركه مع أدرك مع الإمام أول صلاته وذاك اللي فاته آخرها. قال ابن عاشر: ويسود المسبوق قبل الإمام معه وبعد ينقطع بعد السلام، أدرك ياك السهو ولا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد. ما هو حكم سؤال، ما هو حكم من أدرك ثانية الصبح؟ إذا كان يقنت في ثانية في ركعة القضاء يملأ دائما تخرج ذاتي. المسبوق قال لك عنه مثلا بركعة، قال عنه يقنت، معناها يعدل القنوت في القضاء وهو المشهور. وقيل لا، ومثلا عنه مثلا المشهور لا عنه مثلا يقنت مثلا في ثانية الصبح مثلا في ثانية القضاء. مثلا المسبوق هذا اللي ساب مثلا فايته ركعة ساب قنت ثانية الصبح، ذيك اللي مثلا فاته هو مشهور عنه قنت فيه. أيوة هذا اللي يتكلم لك على أحكام السفر. سؤال: ما هو حكم قصر الصلاة للمسافر؟ جواب: قصر الصلاة للمسافر ويسوى بالبحر والله عاد على خلاف العادة بين كان بالطيران مثلا والله خطوة بعد، وسنة قال لك عنه مثلا مؤكد بالطيران مثلا بين كان بالطيران مثلا، هذا سنة مؤكدة. سؤال: قصر الصلاة، كان قصر الصلاة للمسافر قال لك عنه عنده سبب وعنده شروط وعنده محل. ايوه شنو هو سببه؟ سببه هو كل سفر طويلة مسافته كذا 4 برود، وبطلت فيه 3 لا أكثر. ما هو 4 برود تبطل فيهم؟ ما هو البريد الصح هو 4 فراسخ. ما هي باعتبار مثلا الزمن؟ شنو هي باعتبار الزمن؟ هي سير يومين معتدلين والله يوم وليلة، والمراد قال لك عنه 24 ساعة. سير مثلا البر المثقلة بالحمال على المعتاد من حط مثلا انهم يحطوا الدبس وسيرها والوكيل والشراب والصرف، ويشترط من اللي في 4 برد ان تكون ذهبا، تعود ذهبا ما هو ايابا مثلا، ان تكون ذهبا. يقولوا مثلا على 48 ميل. ما هي شروط، سؤال: ما هي شروطه هو اللي هو السفر؟ جواب قال لك عنها 4. واحد، يعود السفر دفعة واحدة، معناها ما يقيم مثلا في المسافة إقامة توجب الإتمام كيف 4 أيام صحاح. قال خليل: إلا العسكر بدار الحرب فإنهم يقصرون وإن نووا يسوون إقامة مدة طويلة. هذول اللي في الرباط مثلا بهم ما يعرفوا أنت يوف. وكيف مثلا حد جاء البلد يعرف عنه مثلا هي يطول فيه عادة؟ في الناس مثلا تجي المدينة المنورة ولا تعرف انت تمشي يكسر لك مثلا، كذلك للعسكرة بدار الحرب. العزم على قطع من المسافة، واستغفر الله لعل مثلا، وطالب من حد مثلا لعل مثلا نقول شيء غلط وفي حكم الله شيء مثلا تابن، وانا مثلا وينبهني عليه مثلا مشي بالتنبيه عليه. العزم على قطع المسافة في أوله من غير تردد دفعة واحدة، فلا يقصر مثلا طالب راعي والله هايم ونحوهما. الشروع فيه 3 شروع في السفر مثلا. هو سؤال: متى يقصر الحضري؟ جواب: إذا جاوز الحضري مثلا، هذا يجاوز البساتين، إذا جاوز البساتين المعمورة بعمارة مثلا القرية منسوبة إليها مثلا. متى يقصر مثلا العمودي؟ جواب: القصر العمودي وهو ساكن البادية إذا جاوز حلته وهي البيوت التي مثلا كيف الخيام مثلا ينصب إليها أو إليها ذاك يرجع لها. سؤال: ما هو متى يقصر ساكن الجبل والله قرية صغيرة لا بساتين فيها؟
جواب يقصر، قال لك عنه إذا انفصل عن منزله. ومتى ينتهي القصر؟ جواب ينتهي القصر إلى مثل البدء في ذهابه، أو والله إليه، والله إليه نفسه. قال ابن عاشر: وقصر من سافر 4 برود ظهرا عيسى عصرا إلى حين يعود، مما ورى السكنى إليه عد مقيم 4 أيام يؤتي. الرابع: إباحة السفر في العاصمة بسفره كيف قاطع الطريق ولا نحوه، يحرم عليه القصر إلا إذا تاب، وإذا تاب وبقات مسافة قصر بعد توبته هيك ساعة قصر. ما هو حكم مثلا قصر الله بسفره؟ حد مثلا ماشي مثلا بالتنزه، تو سفر تنزه، لك حكم الكراهة قال لك عنه. ما هو محله؟ محله قال لك عنه كل صلاة رباعية سافر بوقتها يسود ضروري، فمثلا الصبح ما تقصر ولا تقصر المغرب. أيوة، ما هي المسائل التي تقطع حكم السفر؟ 1: دخول وطنه الماري عليه، دخول حد وطنه مثلا الماري عليه واخذ عليه مثلا. 2: دخول محل زوجته المدخول به وهو دون المسافة وقطعه دخول بعدها ثم اعتبر ما بقي. 3: دخول بلده البلد اللي يسافر منها، وإن رد غالبة بكريح مثلا سعاد مثلا يرجع لها ما هو بغلظه كيف كان في السفينة وردت الريح. 4: نية إقامة 4 أيام الصحاح. 5: العلم بها عادة، معناها من يشري بلدي يعرف عنه له مثلا يقيم يكسى عمل لي مثلا، هذا يقطع حكم السفر. ما هو حكم سؤال ما هو حكم اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس؟ جواب: يصح اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس مع الكراهة فيه، ما لكن تتأكد في اقتداء المسافر بالمقيم، اللي هي الكراهة تتأكد في حد يقتدى الى اللي يقتدى المسافر مثلا بحد مقيم مثلا حضري ما هو مسافر. فإن اقتدى المقيم بالمسافر فكل على سنته كل واحد منهم على سنته، باللي لا يصلي المسافر ركعتين ويقوم هو يجيب مثل عقاب صلاته، وإلى اللي يقتدي المسافر المقيم واجب عليه اتباعه ويعيد بالوقت، اللي هو إلى اللي يقتدي مثلا المسافر بالمقيم. ما هو الحكم مثلا سؤال ما هو الحكم أيضا الماموم الإمام مسافرا وظهر خلافه ولا العكس؟ جواب: أيضا الماموم الإمام مسافر ولا اقتدى به وظهر أنه مقيم، والله ظنه مقيم واقتدى به وظهر أنه مسافر، لك عن وعود صلاته أبدا لبطلانها، صلاته باطلة. أيوة، ما هو الحكم؟ شنو حكم إلى اللي نوى قصرا؟ ما نوى مثلا إلى ما نوى قصر ولا يتم، لك عن صحتها، صحتها ما مثلا نوى القصر ولا نوى الإتمام مثلا، حكم قال لك عن صحتها قولان. وعلى الصحة وعلى القول عنها صحيحة، هل يلزمهم إذا كان يلزمهم الإتمام؟ والله يخير قولان. ما هي مسائل مثلا تندبه في السفر؟ 1: تعجيل الأوبتي. 2: الدخول نهارا. 3: استصحاب هدية، قال ابن عاشر: وادخل الضحى والأضحي واصحاب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. السؤال: ما هو حكم جمع الصلاتين المشتركتين في الوقت؟ الجواب: هو رخصة إذا عاد في البر دون البحر، قصرا للرخصة على موردها. ما هي سؤال ما هي أسباب الجمع؟ هي 6: 1: السفر. 2: المطر. 3: الطين مع الظلمة مثلا. 4: المرض. 5: عرفة. 6: مزدلفة. سؤال: ما هو الحكم إذا كان الشخص مسافرا وزالت عليه الشمس وهو نازل؟ قال لك على الجواب: إذا عاد مثلا الشخص مسافر وزالت عليه الشمس وهو نازل، فإما أن ينوى عن مثلا عند الرحيل مثلا النزول وراء الغروب، والله قبال الاصفرار، والله وراه. ما هو الحكم مثلا إلى أن النزول بعد الغروب؟ إلى أن النزول بعد الغروب قال لك عن الحكم بعد الغروب حكم ويسمعهم جمع تقديم بين يصلي مثلا الظهر في وقتها الاختياري ويقدم العصر ويصليها قبال رحيله، لأنه وقت ضروري له، اقتهر للمشقة. وما هو الحكم إنه النزول قبل الاصفرار؟ جواب: إلى أن النزول قبل الاصفرار أخر العصر وجوبا وقت الاختياري، إلى أن يقدمها تجزيه. ما هو الحكم قال لك عنه مثلا إلى أن ينوى النزول وراء الاصفرار؟ جواب: إلى أن ينوى النزول وراء الاصفرار يخير في العصر إلى اللي يبغى يقدمها، إن شاء قدمها، وإلى اللي يبغى يأخرها وهو الأولى.
ما هو الحكم؟ سؤال، ما هو الحكم إذا زالت عليه الشمس وهو سائر، معناها ماشي، سواء إذا زالت عليه الشمس وهو سائر، إذا لنوى النزول بعد السيارة والله فيه يأخرهم، وإلى أن بعد الغروب يقعدوا في وقتهما لاختياري، هذه في أول وقتها وهذه في آخر وقتها، جمعة صورية. والفقهاء جمعة صورية، هذه في أول وقتها وهذه في آخر وقتها. ما هو حكم من زالت عليه، حد زالت عليه الشمس سائر، معناها ماشي، غير ما يضبط نزوله، ما يعرف انت ينزل. جواب، حد زالت عليه سائر وهو ما يضبط مثل النزول، وكان ينزل وراء الغروب والله قبله، قال لك عنه يسمعهم جمعا صوريا، هذه في آخر وقت، في أول وقت وهذه في آخر وقت. ما هو حكم، جواب، ما هو سؤال، ما هو حكم المريض يسوى مبطون ولا غيره، كانوا يسمع كذلك، قال لك عنه يسمع. هل سؤال، هل الصحيح فعله اللي هو الجمع؟ نعم، الصحيح فعله بكراهة مكروه. من سؤال، هل العشاءان كظهرين؟ درى كان العشاءان كانوا كظهرين في الجمع ام لا؟ جواب، نعم كظهرين في جميع ما تقدم، بتنزيل الصاش، بتنزيل طلوع الفجر منزلة الغروب، والثلثين الأخيرين منزلة الصفراء، وما قبلهما منزلة ما قبل الصفراء. لو سؤال، ما هو حكم من خاف إغماء، حتى خايف مثلا من إغماء والله دوخة، اللي هو دوس أعوذ بالله والله حمى، عند دخول وقت الثانية؟ جواب، قالك عن حتى خايف إغماء والله دوخة والله حمى، عند دخول الوقت الثانية يقدمها، عند الأولى جوازا لكنه إلى اللي برا يعد الثانية بوقت ضروري. سؤال، هل يجوز جمع تقديم العشاءين؟ نعم، جواب، نعم، بسببين، واحد مطر واقع والله متوقع، اثنين الطين مع الظلم، بشرط كون الطين بيمنع وواسطة الناس من لبس المداس اللي هو النعال. سؤال، ما هي صفة الجمع؟ جواب، يؤذن المغرب كالعادة، يؤذن المغرب كالعادة وتؤخر قليلا، وذاك تصلي، ما يؤذن العشاء في صحن المسجد، أذان منخفض ويصلوها ويصرفوا من غير تنفل، ما يتنفلوا. وسؤال، ما هو حكم جمع الظهرين بعرفة؟ جواب، يسن جمع الظهرين بعرفة جمع التقديم. وسؤال، ما هو حكم جمع العشاءين بمزدلفة؟ جواب، يسن جمع العشاءين بمزدلفة جمع تأخير، كما مر بأذانين وإقامتين. وانتهت هذه الحلقة من خلاف كتاب، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وبتعلم العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خدمة الأخبار العاجلة تصلك على هاتفك المحمول من قناة شنقيط الفضائية للاشتراك والحصول على الأخبار.